بسم الله، النهارده هنتكلم على المسج بوكس. هاجي هنا في الزرار دوت، هقول له لما حد يضغط على البوتن 1 ابدا يظهر لي مسج بوكس. مسج بوكس دوت شو. اوكي طيب، هبدأ افتح قوسين ماشي، وادوس سيستم كولون عشان ما انساهاش، واجي هنا اعمل علامتين بحيث ان دي الكلمه تبقى ثابته. هقول له بيم ارابيا، يعني تطلع لي رساله فيها كلمه بيم ارابيا. اول ما حد يدوس على الزرار دوت طلع لي ايه؟ بيم ارابيا. طيب بس كده؟ لا، انا ممكن ابدا اختار الشكل الرساله اللي هتطلع، اختار الكلمه التايتل بتاع الرساله. يعني هاجي هنا اقول له هات لي كلمه بيم، واقول له اف 5 كده. دي الرساله اللي هتطلع، وده التايتل او العنوان بتاع الرساله ماشي، اهو بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرف متغير جديد، وليكن مثلا نوع بولين، ويظهر معايا في الرساله هنا. فهقول له عرف لي متغير. اسمه بولين، ده هنخليه مثلا اكس اكس، وادي له سيمي كولن. يبقى انا كده في متغير، في علامه خضراء معناه ان انا لسه ما استخدمتوش. فاقول له اكس اكس هتساوي وليكن مثلا 5 اكبر واصغر، عشان يبدا يعمل معادلات. اقول له 5 اصغر من 3، واقول له سيمي كولن. طبعا الرساله دي فولس، خطا تمام، لان 5 مش اصغر من 3 الا لو حد عنده لي راي تاني. هاجي هنا بقى ابدا اقول له اظهر لي القيمه بتاعه الاكس. القيمه بتاعه الاكس هتساوي ايه بقى؟ اقول له تو سترينج، حولها لسترينج لان هي دي لغايه دلوقتي بولين. وبفتح قوسين، معنى قوسين دول ايه؟ هو لازم تو سترينج قوسين عشان تشتغل تمام. طيب هاجي اشغل البرنامج، اقول له اف 5، ابص الاقي فولس. طب ما يمكن حد بيشتغل، خلينا نديله حاجه صح. 5 اصغر من 6 تمام، واقول له ستارت، اداني علامه ترو. معنى كده ان البرنامج بتاعي شغال ومفيش حد بينصب عليا تمام. طيب دلوقتي برضو احنا عندنا كنا عملنا اللي هو التكست بوكس 1 تكست بوكس 2. المشكله بقى اللي احنا كنا اتكلمنا فيها ان ممكن حد يدخل الكلام دوت عباره عن تكست وليس ارقام. فانا عايز اعمل حاجه تكشف لي الموضوع دوت تمام. انا هاجي هنا اعمل ديت، العلامه دي معناها ان ده كومنت تمام، ما تاخدوش معاك في الحسابات. يعني لو في اي حاجه عايزها ما تظهرش معاك بتقول ان ده كومنت، بتعمل العلامه ديت تمام، بحيث ان يعرف ان دي مش هتشتغل معايا. عايز تخفيها بتشيل العلامتين دول، خلاص يبقى ده مش كومنت، ده حاجه كود هيشتغل عليه هيبقى يطبقه. دلوقتي هبدا اكتب قاعده اف بس بعد الانتجر. ليه انا هعمل اف؟ اقول له لو الاكس بانتجر برقم خلاص اعمل معادله، لو مش برقم ما تعملش المعادله. فاقول له اف وافتح قوسين، اكتب قوسين ايه بقى؟ هقول له انا عايز انتجر int دوت تراي بارس، تاكد لي من ان ده رقم. واقول له خد خد من تكست بوكس دوت تكست تمام المخرجات اللي هي اوت اكس تمام. طيب بعد كده هبدا افتح القوسين بتوع قاعده اف تمام. كل الحاجه اللي انا عايزها هتبقى موجوده هنا بين القوسين دي. يبقى كده لو هو اتاكد ان التكست 1 ده عباره عن رقم هيبدا ينفذ الحاجات دي كلها. طيب لو ما كانش رقم إلس، نفتح القوسين لو ما كانش رقم ممكن ناخد المسج دي نحطها بس نشيل منها العلامه اللي هي ان ده كومنت تمام. طيب خلينا نجرب كده، اجي هنا تكست 1 ده هكتب فيه رقم 4، وهنا هكتب فيه مثلا رقم 5. عمل لي ايه؟ ضرب 4 في 5 ب 20. طيب لو هو ما حطيناش 4 وحطينا حرف الاي مثلا،
جاب لي رسالة اللي هي ترو، اللي هي الرسالة اللي موجودة هنا. تمام، يبقى كده تعالى نشوف في الكود تاني. الكود ببساطة شديدة جدا عبارة عن ان انا اعرف متغير اكس واي وزد. لو التكست بوكس المخرج اللي بيخرج منها اللي هو الاكس دوت طلع انتجر، نفذ لي الكود دوت. طب لو ما طلعش انتجر، نفذ لي الكود دوت وطلع لي الرسالة اللي هي بتقول مسج بوكس دوت شو اكس اكس دوت تو سترينج. تمام، يعني هيطلع لي الرسالة دي. يعني هنا الشرط ده لو اتحقق، لو فعلا الشرط اللي هو فوق ده اتحقق هينفذ لي دوت، لو الشرط ده طلع غلط هينفذ لي دوت. تمام، اتمنى يكون الموضوع سهل وواضح مفيش مشاكل.